كابتن، استاذن حضراتكم، خلينا نروح لارض الملعب وزميلينا الاعزاء او زملائنا الاعزاء فاروق صلاح وسلا حامد. اتفضل يا فاروق. طبعا كل التحيه للكابتن هيثم السعيد، برحب بيك يا كابتن هيثم وبرحب بضيوفك الكرام كابتن محمد السلعاوي وكابتن طاهر رجب وبكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبرحب بالزميله سلا حامد. موعد جديد ومباراه جديده بتتجدد هنا في صاله الامير عبد الله الفيصل، ومواجهه ما بين النادي الاهلي وفريق مصر التامين في مرحله بيست اوف فايف، مرحله مهمه جدا طبعا. النادي الاهلي منتشيا بتحقيق انتصاره في المباراه الاخيره بنتيجه 84-49، مواجهه جديده وتجدد جديد طبعا نظرا لضيق الوقت. كان على الجانب الاخر يا سلا استعدادات فريق مصر التامين نظرا لضيق الوقت بعد المباراه الاولى استعدوا من جديد لهذه المباراه. بالفعل فاروق زي ما انت قلت، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بالكابتن هيثم وبضيوفه الكرام والكباتن الكبار في الاستوديو، الكابتن محمد السلعاوي والكابتن طاهر الرجب، وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وفعلا فاروق زي ما انت قلت، يمكن الوقت ضيق، ما كانش فيه غير يوم واحد بس بيفصلنا ما بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه في الدور الثمانيه او البيست اوف 5 من بطوله دوري السوبر لكره السله الرجال. يمكن في اليوم ده بس يعني النادي مصر التامين واصل لتدريباتها بشكل طبيعي تحت قياده الكابتن محمود سيد، ويعني بعد التدريب كان في زي محاضره بسيطه ما بين كابتن محمود واللاعبين، طبعا بيتكلم فيها معاهم على بعض النقاط الضعف والقوه اللي موجوده في فريق النادي الاهلي، وان هم ازاي طبعا يحاولوا ان هم يحققوا الفوز على النادي الاهلي بتاني مباراه من المباريات في مرحله البيست اوف 5. كمان خليني اتكلم شويه عن الغيابات والاصابات اللي موجوده في صفوف الفريق واللي هتغيب النهارده ان شاء الله يعني من اللاعبين عن مباراه مصر التامين والنادي الاهلي. الاصابات يمكن اللي موجوده ان شاء الله هيكون محمد ابراهيم ومحمد اسامه. محمد ابراهيم بيعاني من قطع في رباط الصليبي، ومحمد اسامه بكسر في يد اليسرى. كمان من ضمن الغيابات يا كابتن هيثم، يعني في طبعا لعيبه انتقلوا في شهر يناير في انتقالات يناير لانديه اخرى في مصر، يعني في جونز المحترف لمصر التامين انتقل لنادي سموحه، ومحمد يونس في المركز 4 انتقل لفريق المصريه للاتصالات، بجانب كمان محمد بنداري اللي يعني خارج السكور او خارج القايمه لفريق مصر التامين بسبب الرؤيه الفنيه لكابتن محمود سيد. وبكده يعني برده تاني مصر التامين هيواجه النهارده النادي الاهلي بدون وجود محترف، وبسبب يعني انه ما فيش لعيبه كتير موجوده في صفوف فريق مصر التامين او في السكور لفريق مصر التامين. يعني قرر كابتن محمود سيد ان هو يصعد العديد من اللعيبه من قطاع الناشئين منهم بهاء رمضان وزياد ايمن عشان يعوضوا الغيابات اللي موجوده في صفوف مصر التامين. يمكن كمان يعني فاروق زي ما النادي الاهلي يعني او زي ما مصر التامين استعد للمباراه دي بشكل قوي، اكيد النادي الاهلي كمان استعد بشكل قوي تحت قياده مستر اجاستي بوش. بالفعل كابتن هيثم، على الجانب الاخر طبعا استعدادات مكثفه لفريق النادي الاهلي عقب المباراه الاخيره. كان الفريق عمل طبعا الريكفري والاستشفاء يوم المباراه، ثم كان التدريب الرئيسي بالامس. طبعا قبل التدريب كان مستر اوجست بوش طبعا عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين، شرح ابرز النقاط الايجابيات والسلبيات اللي كانت في المباراه الاولى اللي جمعت ما بين الفريقين. النادي الاهلي طبعا عنده مجموعه من الغيابات عن هذا اللقاء، يعني قدرنا ان احنا يعني للحظات كده مع الدكتور هيثم يعني نستعرض اللعيبه المصابين. عايز اطمنك ان عمر عزب ان شاء الله خلال اسبوعين هيكون موجود ان شاء الله في التدريبات الفريق، ثم ايضا ابراهيم الجمال خلال اسبوع او 10 ايام. طبعا عقب المباراه الاخيره اللي هتكون يوم الخميس ان شاء الله المباراه القادمه، طبعا هيكون في فتره توقف لمده شهر. النهارده طبعا غياب ايضا للرؤيه الفنيه دي احمد مهيب واللاعب عبد الله ناصر بيدو وبيبو زهران، طبعا دي مجموعه من اللاعبين اللي بتغيب للرؤيه الفنيه. هي لحظات هتنطلق المباراه من خلفنا يا كابتن هيثم، دي طبعا كانت معانا كل الكواليس كل الاخبار من صاله الامير عبد الله الفيصل. من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد. فاروق صلاح وسلا حامد بشكركم شكرا جزيلا، يعني غطيتوا كل اللي احنا التاثيرات اللي عندنا، وطمنا الحمد لله على المصابين. بشكركم شكرا جزيلا يعني.